جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في أي يوم أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز الاحتفال بهذا اليوم؟ نعم، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في القرآن، وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بالرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة، والعروج به إلى السماء ورجوعه إلى مكة في نفس الليلة، هذا ثابت بالتواتر وهو من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما تحديد الليلة التي حصل فيها هذا الحدث العظيم فإنها لم تتحدد، ولم يدل دليل على تعيينها، وإنما الثابت أن هذا حصل قبيل الهجرة، قبيل الهجرة من مكة إلى المدينة، ولم يحدد هذا في ليلة معينة. وهذا مما يدل على أنه لا داعي إلى معرفة هذه الليلة، لأنها لو كان يتعلق بها حكم شرعي لبينها الله سبحانه وتعالى وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فإن الاحتفال بها بهذه المناسبة بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله صحابته الكرام، ولا القرون المفضلة. الاحتفال بمناسبة الإسراء والمعراج، والاحتفال بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، والاحتفال بمناسبة ليلة النصف من شعبان أو ليلة القدر، كل هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.